السلام عليكم، مرحبا بكم معايا. اليوم فيديو جديدة وحصة جديدة بالنسبة للفيديو ديال اليوم. ان شاء الله غادي نشوفوا فيها النشاط العلمي. النشاط العلمي بالضبط الواضح في النشاط العلمي صفحة 21 22 و 23 المستوى الثالث. هذا لا يمنع انه ديروا مراجعة من هذه التمارين، داكو، لانه في هذه الصفحات هذو كاين غير تمارين سنقوم بانجازها، وهذا يعتبر مراجعه، مفهوم؟ يعني حيت نفس الدروس واخا الكتبه كيتبدلوا راه هما نفس الدروس اللي كيتعاودوا، فيه التنفس والتغذيه والمحافظه على الصحه الجيده نفسها. دونك نبداو على بركه الله. دونك التمرين الاول في الصفحه الاولى، جو بار لانتخو دون شاكان دي سي جروب داليمون. دونك عندنا هنا مجموعات غذائيه، مجموعه ا، مجموعه بي، مجموعه سي، ومجموعه دي. المجموعات اصلا تنعرفوهم، المجموعات الغذائيه اللي كاينين، كاينه السكريات، الدهنيات، الخضر والفواكه، الحليب ومشتقاته، اللحوم والاسماك وبدائلها، وكاينين النشويات. دونك نبداو ب ا. شوفوا مزيان هنايا، ا عندنا البطاطس والخبز والسباكيتي والزبده. في نظركم شنو هو العنصر هنا اللي داخل؟ شكون اللي ما دخلش مع هذه المجموعه؟ لانتخي هو الدخيل، واش واحد اللي ماشيش بلاصتو هذيك. دونك البطاطس من النشويات، الخبز توا من النشويات، والسباكيتي من النشويات. دونك اللي داخل هنا هي الزبده، الزبده هي من الدهنيات. نحاولوا مع هذه المجموعه الثانيه نصوبوها في نفس الوقت نزيدوا نفهموا. هنا عندنا، غنبدا لكم بالحليب، عندنا الحليب والجبن والفرماج، الجبن الاخر، وعندنا الموز. في نظركم هذه المجموعه هذه اشنو كيطغى فيها؟ مجموعه اش؟ مجموعه الحليب ومشتقاته، يعني الحليب وداكشي تنصنعوا من الحليب. دونك هذا الموز هذا ماشي بلاصتو هذه، هو ما كنستخرجوش من الحليب. إذا الموز داخل في الفواكه والخضار، إذا الموز هو اللي داخل هنايا، هو اللي غادي نضربو عليه، لأنو قال لك جو باغيا نضربو على العنصر الداخلي. هنا عاوتاني عندنا هاد المجموعة، كاين الفلفل، الخيار، ولا القرعة، والتوت، والبيض. هاد المجموعة تكون باينة شنو اللي داخل هنايا، هو البيض. علاش؟ حيت هادو كلهم خضر وفواكه، البيض ماشي معاهم في المجموعة. نمشيو للأخرى، عندنا اللحم والسمك والدجاج. باين هنا شنو اللي داخل؟ هو سلاد، هو الخس، لان الخس غيدخل لنا في الخضر والفواكه، وهذه مجموعه اللحوم والاسماك والبدائل ديالها. اذا التمرين الثاني موالي، اقارن عدد الحركات التنفسيه خلال الراحه عند اشخاص من اعمار مختلفه، ثم املا الفراغ بما يناسب. دعنا نجدوا هنا فيه العمر وعدد الحركات التنفسيه في الدقيقه. بالنسبه للعمر، واحد الانسان صغير، باقي صغير، باقي بيبي، باقي مومو، باقي صغير، يعني يلا عنده بضعه ايام، 3 ايام، 4 ايام، حتى المهم قل من شهر. عدد الحركات التنفسيه، الحركات التنفسيه شناهي؟ هي الشهيق والزفير، هما الحركات التنفسيه. اذا ملي تيكون عندنا الدري الصغير عنده بضعه ايام، تيدير من 40 حتى 50 حركه تنفسيه في الدقيقه. اللي عنده 5 سنوات كيدير 25 حركه تنفسيه في الدقيقه. ما بين 15 و 20 سنه تيديروا 20 حركه تنفسيه في الدقيقه. ايوا، وبالنسبه للناس اللي اكثر من 20 سنه غيديروا ما بين 16 حتى 18 حركه تنفسيه في الدقيقه. يلا لاحظتوا مزيان هنايا اش تيبان لكم؟ العمر هنا راه تيتزاد، عندنا بعد الايام 5 سنين حتى 20 عام، فوق 20 عام. واش كنلاحظوا بالنسبه لعدد الحركات التنفسيه؟ كانت عندنا 50 شويه، 25 شويه، 20 شويه، 18، 16. يعني هذا تيتزاد وهذا اش تيوقع عليه؟ تينقص. يعني الجمله هنا شنديرو؟ تنقص عدد الحركات التنفسيه كلما زاد العمر. يعني هاد الحركات التنفسيه تنقصوا كلما زاد العمر. نمشيو للتمرين الموالي، اقارن حجم الرئتين خلال الحركه التنفسيه. دوك عندنا هنايا الصوره الاولى، ها هي حجم الرئه كيفاش داير. الصوره الثانيه هو حجم الرئه قداش داير، صافي. واكتب في البطاقه ما يناسب، يزيد او ينقص. اذا في هذا المكان هذا نكتبوا يا اما يزيد او ينقص، هنا نكتبوا يا اما يزيد او ينقص، على حسب
حجم الرئتين. اذا هذا حجم الرئتين في الشهيق هل هو كيتزاد ولا ينقص؟ وهنا في الزفير، الزفير هو ملي تنخرجوا الهواء، الزفير حجم الرئتين يزداد ام ينقص؟ شوفوا مزيان، لان اثناء الشهيق يزيد حجم الرئتين واثناء الزفير ينقص حجم الرئتين. شوفوا غير الى دخلتوا الهواء تزاد حجم الرئتين، ولا نقص ولا درتوا الزفير وخرجتوا الهواء تنقص حجم الرئتين. مزيان، دابا اشير بسهم داخل الدائره، ها هي الدائره وضحتها لكم هنايا، هذه الدائره هذه الى منح الهواء. الهواء دابا في الشهيق، ديروا كلكم شهيق، دوك الشهيق واش دابا السهم غادي نجيبوه من الاعلى الى الاسفل ولا من الاسفل الى الاعلى؟ يعني واش الهواء تيدخل ولا تيخرج في الشهيق؟ اذا الهواء يدخل، يعني غادي يجي من الانف وغيمشي للرئتين، وفي الزفير كيجي من الرئتين باش يمشي يخرج من الانف او الفم. اذا كان هذا هو التمرين الثاني. ندوزو للتمرين الثالث او التمرين موالي. اضع علامه في خانه سلوك المدير بالجهاز التنفسي. الجهاز التنفسي هو الرئتين ديالنا والانف، هما البلاصه اللي تيدوز منها الهواء اللي كنتنفسو. غنديروا علامه في الخانه ديال السلوك المضر، يعني السلوك اللي كيضر ليا التنفس ديالي. اذا التنزه في الغابه، عندما اتنزه في الغابه هل هو سلوك مضر ام صحي للجهاز التنفسي؟ اذا هو سلوك مزيان، ما غاديش ندير هنا علامه حيت هو بالعكس مزيان. النوم في غرفه مغلقه بها فحم يحترق. فحم هو الفاخر، ننعس في شي غرفه في شي بيت مسدوده وفيها الفاخر شاعل، اذا ما يقدر يصاب الانسان بالاختناق، اذا فهو سلوك مضر ما خصناش نديروه، اذا غنديروا ليه علامه. اللعب قرب مطرح النفايات، شي حدا الازبال ومشي يلعب حداهم، اذا غنشم الروائح الكريهه ويقدر يتخنق ويكون تما الروائح ماشي هي هذيك ودخان، اذا فهو كذلك سلوك مضر. فتح نوافذ البيت للتهويه، يعني مره مره في الدار تفتحوا الشراجم باش الدار كتهوى وتدخل لها الهواء النقي الهواء الجديد، اذا هو سلوك مزيان جيد ايجابي، باش نديروا علامه. الجلوس بجوار المدخنين، كانوا الناس كثار تيكميو ومشي انا نجلس حداهم، الا اذا هذا سلوك مضر غادي يضر لي الجهاز التنفسي ديالي، ماشي نبعد منهم. ممارسه التمارين الرياضيه، بالعكس ممارسه التمارين الرياضيه يعزز الجهاز التنفسي ديالي، بالعكس كيزيد يقويه وكيعطيه طاقه. شنو نمروا الصفحه المواليه. اذا تناول طفل خلال يومين الاغذيه التاليه، اذا في وجبه الفطور تناول هذا الطفل كاس من الحليب والخبز الزبده والمربى، هادشي اللي كلا في الفطور، المربى هي الكونفيتور. في الغداء كلا قطعه دجاج والارز والياغورت، الياغورت هو دانون، ياغورت والماء. في اللومجة، اللومجة هي الكاسكروت، في اللومجة كلا واحد القطعة ديال الكعك، واحد شوية ديال الكيكة، ومشروب غازي، مونادا، مشروب غازي. وفي العشاء كلا بيضة والمعكرونة والماء. كوخ مزيان، هادشي اللي كلا هاد الطفل. ورتبوا الأغذية التي تناولها الطفل في الهرم، هاد الهرم ديجا شفتوه بالقسم، فيه هادو هما الترتيب ديال هادو هما المجموعات ديال الاغذيه. الا عقلتو التمرين الاول اللي درنا كانوا فيه مجموعات ديال الاغذيه، كاينه مجموعه ديال المشروبات، مجموعه ديال النشويات هي ديك الاولى اللي شفنا قبيله اللي فيها الخبز والبطاطا والماء والسباكيتي، معجنات بصفه عامه، كامل لي بات كيتسموا النشويات. وكاينه المجموعه الاخرى ديال الخضر والفواكه، وكاينه مجموعه ديال الحليب ومشتقاته، الحليب والياغورت دانون والجبن شنو الرايب اللبن، كلهم من مشتقات الحليب. ثم عندنا اللحوم وبدائلها، اللحوم يعني اللحم، اللحم الحمراء، الدجاج، لاداند، السمك، البيض. ثم عندنا اغذيه دهنيه، الاغذيه الدهنيه اللي فيها الدهون بحال السمن، الزبده، الزيت، الزيت البلديه والزيت الروميه. ثم مواد سكريه، المواد السكريه هي كل ما هو سكر بحال الكيكه مثلا، حلويات، شوكولا، كلشي اللي فيه السكريات، لي كلاص هما فيهم السكريات. اذا غنرتبوا هاد الاغذيه في هاد الهرم، غنبداو من الفوق، غنبداو من المواد السكريه اللي كلا. اذا الاشياء السكريه كلا المربى،
حلوة هي مربى وقطعة الكعك. هادو هما المواد السكرية اللي كاين. الأغذية الدهنية، الأغذية الدهنية اللي كاين هي الزبدة، ما كايناش الزيت هنا، ما كاين، كاينه الزبدة. اللحوم وبدائلها، شنو كلا في اللحوم؟ كلا قطعة الدجاج وبيضة، مزيان، هادو في اللحوم وبدائلها، لأنه البيض من بدائل ديال اللحوم. الحليب ومشتقاته، الحليب ومشتقاته، شنو كلا في الحليب؟ دونك أصلا شرب الحليب والياغورت، مزيان، حيت حتى الياغورت كنجيبو من الحليب. شني آخر؟ الخضار والفواكه، الخضار والفواكه، ما كاين حتى شي حاجة في الخضرة والفواكه، ما كلاهمش. شنو النشويات؟ النشويات شنو كلا كلا الخبز، الخبز كيدخل في النشويات، والأرز والمعكرونة اللي تعشى بها، مزيان. المشروبات دونك الماء بطبيعة الحال اللي تيشرب، ومشروب غازي. دونك حنا رتبنا هادشي في الجدول. نجيو لأحدد هل تغذية هذا الطفل متوازنة وأعلل جوابي. إلا قلت نعم علاش، إلا قلت لا علاش. واش الأغذية ديال هذا الطفل في هذا اليوم متوازنة؟ يعني فيها جميع المجموعات الغذائية، لأنه كنقول لك الغذاء المتوازن هو اللي فيه هادو كاملين. خصني في النهار يدوز النهار نكون كليت شوية من هادو كامل، شوية 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 شوية. والمواد السكرية إلا شتو راه عطاوها غير واحد المربع صغير، يعني هي شوية، خصني ناكل منهم هي شوية. الأغذية الدنيا شوية أكثر من هاد شوية. اللحوم بدائل، هذا هو الترتيب ديالها قداش خصو يكون كثير. والماء هي هو اللي خصو يكون أكثر حاجة تنتناولها في اليوم، الماء الماء الماء. دائما الجسم ديالنا خصو ما ينشفش ديما يكون فيه الماء. دونك دونك في نظركم نتوما، يلا هاد الأغذية ديال هاد الطفل هي متوازنة؟ ليست متوازنة. الغد داكشي تناول هاد الطفل في هذا اليوم ليس متوازن. لماذا؟ في نظري أنا، لأنها يعني هاد التغذية تفتقد للخضر والفواكه مثلا. راه ممكن تقولوا أي إضافات، ولكن أبرز ملاحظة كاينة هنا هو أنه ما كاينينش الخضر والفواكه. شتو ما كاينينش؟ إذا ليست متوازنة لأنها تفتقد للخضر والفواكه. أو تقدروا تكتبوا لي أن لا يوجد فيها الخضر والفواكه، كيف ما كتبتوا. المهم أن الخضر والفواكه ما كاينينش عند هاد الأغذية ديال هاد الطفل. إذا أقدم نصيحة لهذا الطفل، نقدموا له نصيحة. مثلا الاقتراح اللي نقول لكم، يجب الحرص على تناول الخضر والفواكه كل يوم، لأنها مصدر الفيتامينات التي تقي أجسامنا من الأمراض. وهذا الشيء شفناه، شفتوا في الحصص اللي قبل أن الفواكه والخضر هي المصدر رقم واحد للفيتامينات، والفيتامينات مهمة للجسم والمناعة ديالنا باش يكون قوي وتصدى للأمراض. داكوغ، هذه كاقتراح ممكن تقدموا لي بزاف ديال النصائح. تقول لي انه يجب الحرص على تناول جميع المجموعات الغذائيه ولا اصناف الاغذيه بتوازن، ولكن ابرز ملاحظه عند الطفل هو انه لا يتناول الخضار والفواكه. مفهوم؟ يلا ندوز للموالي. بالنسبه لهذا الجدول هذا، هو نورمالمون ماشي تمرين، ولكن غادي نشرحه لكم. هذا الجدول هذا كتعمروا على حسب قداش نتوما حسيتوا براسكم فهمتوا هادشي. مثلا حتى دابا في الوحده الاولى ديال النشاط العلمي اللي قرينا، حتى دابا في جميع الكتب راه كيف ما بغى يكون الكتاب راه نفس المواضيع تنقراو، التنفس والتغذيه والصحه. في التنفس تمكنت من تصنيف الاغذيه حسب مصدرها، انا ماما راكيله هنايا هذه. تعرفت مكونات الوجبه الغذائيه، اصلا هنا صراحه ما مكتوبش مزيان. تنفس ما عندها حتى شي علاقه هادو في التنفس، خص هنا يكون اللي تمكنت من معرفه اجزاء او لا اعضاء جهاز تنفسي، فهمتوا؟ المهم هذا الجدول اصلا ديجا فيه خطا ملي كان كيتطبع، خطا وارد جدا. ولكن ليسونسي هو ان هذا الجدول ماشي تمرين، هو فقط كتعمر. غنجيكم لهذه التغذيه. تمكنت من تصنيف الاغذيه حسب مصدرها، الى عرفتها، الى جاوبتي على التمارين ديال مثلا عطيت الغذاء، مثلا قلت لك التفاح، هل هو مصدر حيواني ام نباتي؟ عرفتيه نباتي. عطيتك مثلا واحد اخر قلت لك اللحوم حيواني، غتكتب حسن، غتكتب هنا علامه هنايا حيت انت حسن جدا، يعني جاوبتي مزيان. عرفتي شي وحدين وشي وحدين لا، غدير علامه في المتوسط. ايوا ما عرفتي حتى واحد فيهم، غدير علامه في الدال يعني دون المتوسط. اجمالا بغيت نشرح لكم هذا الجدول شنو تيعني فقط، اما هو ماشي تمرين وممكن يساعدكم الاباء ديالكم باش انكم تعمروا. ندوزو للتمرين الموالي. اكتب في الخانه رقم المجموعه الغذائيه التي ينتمي اليها كل غذاء. دونك عندنا هاد الاغذيه هادو، ياك
وعندنا المجموعات الغذائيه. المجموعات الغذائيه راه هما هادو نفسهم كيتعاودوا. عندنا المشروبات، النشويات والحبوب، الخضر، وكل مجموعه درنا لها رقم. المشروبات درنا لها رقم واحد، النشويات درنا لها رقم زوج، الخضر درنا لها رقم ثلاثة، الحليب ومشتقاته رقم أربعة، اللحوم وبدائلها خمسة، المواد الدهنية ستة، السكر والمنتجات السكرية سبعة. صافي، وغنشوفو حنا دابا كل غذاء اش من مجموعة كينتمي، واش مجموعة واحد ولا مجموعة جوج ولا مجموعة ثلاثة. داكوغ، نبداو بواحد. المشروبات فين هما المشروبات هنايا؟ الدجاج لا ماشي مشروبات، السمك لا، الزيت ماشي الزيت ما كنشربوهاش. دونك الماء، الماء غنديرو ليه هنا رقم واحد. انا درت لكم هكا كبير باش يبان لكم، باش اللي تيتفرج في التليفون صغير ولا هذه يبان ليه رقم واحد. يعني واحد غنديرو هنا في هذه الدائره هذه. صافي، هادو هما اللي كاينين في المشروبات، هو الماء. نمشيو للنشويات والحبوب. دابا النشويات اللي عندي هنايا هو الارز، اذا غنديرو ليه هو رقم جوج لانه هو في المجموعه الثانيه. المجموعة الثالثة ديال الخضر والفواكه، يلا فين هما الخضر والفواكه؟ غنديرو ليهم رقم ثلاثة. إذا عندنا الجزر واليقطين والإجاز، كلهم غادي نديرو ليهم رقم ثلاثة. هذا ثلاثة ثلاثة ثلاثة، علاش؟ حيت هما كاينين في المجموعة ثلاثة. نمشيو للمجموعة أربعة ديال الحليب ومشتقاته. يلا شنو تنخرجو من الحليب؟ السمك لا، اللون ديال الحليب ومشتقاته أربعة. اذا هو الجبن والياغورت، راه ممكن تكتبوا حتى الزبده، راه حتى الزبده كنخرجوها من الحليب. صافي، اللي كتبها انا حتى هي راه صحيحه، غير هي الزبده كتنتمي لواحد الفصيله اخرى احسن، يعني واحد مجموعه اخرى. اللي دار هنا راه ممكن نقبلوا الجواب ديالو انه فعلا جواب صحيح، مع ان من فعلا الزبده كنخرجوها من الحليب اللي تيريب كيولي البن، تكون زبده لذيذه. اذا خمسه، المجموعه الخامسه اللي هي اللحوم والبدائل، فين غنحطوا رقم خمسه؟ شو اللحوم؟ اذا عندنا الدجاج رقم خمسه، والسمك حتى هو في اللحوم والبدائل، ثم البيض حتى هو خمسة. ستة، المواد الدهنية، فين هما المواد الدهنية هنايا؟ إذا الزبدة والزيت هما اللي عندهم رقم ستة. نجيو لآخر حاجة اللي هي السكر والمنتجات السكرية، إذا غادي تكون عند الحلوى هي رقم سبعة. إذا كان هذا هو التمرين، نتمنى يكون مفهوم واضح. ندوزو التمرين الموالي. J'entoure l'aliment que je dois manger de temps en temps et en petite quantité. يعني j'entoure هي غادي ندورو على الاغذيه اللي غادي خصني ناكلها غير مره مره، ماشي ديما ديما ناكلها، و الا كليتها ناكلها بواحد الكميه قليله، petite quantité يعني بكميه قليله. داكوغ، دونك هنا مجموعه ديال الاغذيه، يعني هاد الاغذيه صراحه باش نكونوا صريحين كناكلوها وكتعجبنا ناكلوها، غير هو خصنا ناكلوها مره في شحال ماشي يوميا، وحتى الا كليناها ناكلوها غير قياس، ناكلوه غير شويه. دونك شكون هي؟ هي مثلا الشوكولا، شوكولا مزيان ناكلوها ولكن ما ناكلوهاش ديما، ولا كلينا ناكل واحد الكميه معقوله شويه صافي، حيت باش ما تضرناش في سناننا وفي نفس الوقت فيها بزاف تاع السكريات. ندوزو لاشنو اخر؟ مثلا المشروبات الغازيه. المشروبات الغازيه نحاولوا ما امكن ما نكونوش كنشربوها يوميا حتى هي، ولا شربناها نشربو شويه وصافي. ثم شني اخر؟ لي فريت، البطاطس المقليه ولا رقائق البطاطس حتى هما، ثم المثلجات، ثم السكاكير والفوشار هي ديال الزنقه. دونك دابا هادو راه ميمكنش ما ناكلوهمش، كناكلوهم وتيعجبنا ناكلوهم باش نكونو صراحة نهضرو بصراحة، تيعجبنا ناكلوهم، ولكن غير هو ناكلوهم مرة في شحال باش ما يضرناش في صحتنا وما يضرناش في سنيناتنا. داكوغ، مرة في شحال تيخليوك والديك تاكلوهم، وحتى إلا كليتهم كناكل غير قياس، ماشي تاكل وحدة تقول ليه زيدني بيت مازال ماما ولا زيدني مازال بابا بغيت شوية، صافي هما اللي يعرفوا مصلحتك وشحال قد اللي تاكل. ندوزو للتمرين الثالث، اقرأ النص واكتب في البطاقات بماذا يفيدني النوم. مزيان، يحس اخي الصغير ذو 7 سنوات بتعب شديد وعدم القدرة على التركيز فيحصل على نتائج سيئة. اذا الاخ ديالي عنده 7 سنين دائما تحس براسو عيان وما تيقدرش يركز، الا كنتي كتشرح ليه شي حاجة ولا تتهضر معاه وديما تيجيب نتائج سيئه، يعني في المدرسه ديما تيجيب نقاط ما هماش، يعني ماشي يوميه. رغم انه ياكل جيدا، زعما تبارك الله تياكل مزيان، ويمارس الرياضه بانتظام. مزيان، رافقته امي الى عياده الطبيب الذي فحصه
وسأل عن مدة النوم اليومية لأخي. إذا الطبيب سول ماما قال لها شحال تينعس هاد الطفل هذا؟ قالت أمي إلى 6 ساعات، تينعس 6 سوايع. قال الطبيب عليك أن تنام 10 ساعات يوميا. إذا الأطفال الصغار اللي قدناه كي يكونوا في الثالث الثاني الثالث حتى الرابع خصهم حتى الأول خصهم ينعسوا حتى 10 سوايع. داكو علاش؟ لأنه خلال النوم ينتج جسمك مواد تساعدك على النمو باش تكبر مزيان، ويستعيد نشاطه ويستمر في حفظ ما تعلمته خلال اليوم. وعاوتاني الى نعستي مزيان المده الكافيه للنوم الجسم ديالك كيولي نشيط وتيكبر مزيان، وحتى العقل ديالك تيخدم مزيان. يعني ميزات ملي كنت كتقرا ولا ملي كتحفظ العقل ديالك كيشد داكشي اللي كتحفظ. يلا حنا دابا غادي نكتبوا كل حاجه باش كيستفيدنا النوم. اذا يساعدني النوم، راه النوم على ما كنهضروا السين نوم النعاس بالقياس حتى هو يعني 10 ساعات بالنسبه للاطفال اللي قدناه كالثالث الثاني الرابع كلهم. اذا يساعدني في حفظ ما اتعلمه، يعني النوم بشكل جيد. ثم يساعدني على استعاده نشاطي، اذا مثل نعس مزيان تنفيق وانا ناشط وانا قوي تنحس براسي عندي الطاقه. اما الا بقيت سهران حتى لواحد الوقت وتنفيق حتى لواحد الوقت ما الجسم ديالي تيكون ما كيكونش هوان، ما تيكونش عنده ديك الطاقه اللازمه. ثم يساعدني على النمو بشكل جيد. اذا هادو هما فوائد النوم، وهذه هي الحصه ديالي. نكونوا نتمنى انكم تكونوا استفدتوا منها واستمتعتوا معايا فيها وتكون واضحه، ونتلاقاو في فيديو اخرى ان شاء الله، حصه اخرى ان شاء الله. نتمنى ما يكونش طولت عليكم. يلا اوغوبا.